والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال ورغدة أبو ليلى. أهلا بك رغدة. شكرا لكم دينا فكري وسحر ناجي. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجاري. وأوضح المركز الإعلامي أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء الدعم التمويني على عدد من السلع الأساسية خلال الشهر الجاري أو على استمرار الدعم التمويني، مؤكداً انتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون أي تغيير وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر. أشار وزير البترول طارق الملا إلى أن هناك فرصا جيدة للوصول بإمدادات الغاز المصري لجنوب شرق أوروبا من خلال بلغاريا في ضوء تدشين خط أنابيب للغاز الطبيعي بين بلغاريا واليونان. وخلال لقائه وزير الطاقة البلغاري روسان هيرستوف بحث الملا أوجه وفرص التعاون بين البلدين في مجالات الغاز والطاقة. من جانبه أبدى الوزير البلغاري رغبة بلاده في أن يكون الغاز المصري أحد الروافد المهمة في تلبية جانب من احتياجات بلغاريا من الغاز الطبيعي المسال في ظل العلاقات التاريخية المتميزة والحرص على توسيع أطر التعاون خاصة في مجال توريد الغاز المسال والطاقة بصفة عامة. أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنحو 56 مليون دولار بنسبة 16%. وأضاف البنك المركزي أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ مستوى 33.197 من ألف مليار دولار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له. إلى سوق المال حيث تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء ختام تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأفراد. وربح رأس المال السوقي 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.2 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر اي جي اكس 30 عند مستوى 9923 نقطة ليرتفع بنسبة 88% ليغلق عند مستوى 10010 نقاط. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 عند مستوى 2229 نقطة ليغلق منخفضا بنسبة 61% ليغلق عند مستوى 2215 نقطة. وفتح مؤشر اي جي اكس 100 عند مستوى 3167 نقطة ليتراجع بنسبة 35% ليغلق عند مستوى 3156 نقطة. إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19.60 جنيها للشراء و 19.70 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 19.40 19.52. الجنيه الإسترليني 22.19 22.32. الدرهم الإماراتي 5.34 5.37. أخيرا الريال السعودي 5.21 5.24. وعدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها. جاء ذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية وواجهت سياستها انتقادات شديدة. We'll be right back.
نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى دينا وسحر، إليكم شكرا لك يا رغدة أبو ليلى.